مواقع التواصل الاجتماعي مش اكتر من ان هي تخفيف على الضغوط اللي احنا بنمر بيها كل يوم او المنغصات اللي احنا بنشوفها في حياتنا. يعني ممكن انزل صوره، ممكن انزل نكته عشان اسمع كلمه حلوه، اسمع كومنت حلو، ممكن ما يكونش دي شخصيتي الحقيقيه. لكن الفتره الاخيره اللي احنا بنمر بيها بقينا نشوف ناس كتير جدا عماله تدبر وتخطط عشان تبقى ترند، يعني هي نفسها تبقى كده ترند، لدرجه ان احنا بقينا نشوف بلوجرز كتير جدا وصناع محتوى سواء كانوا فنانين او فنانات، مش عايزه اذكر حد بعينهم او بالاسم، ولكن بقينا نشوف كتير جدا عشان يطلعوا يعني يبقوا ترند. عايزه اقول لكم ان الفتره الاخيره بقينا نشوف ايه، يعني شيرين وحسام بقينا نشوف اسمائهم كتير جدا. طب شيرين اتجوزت حسام، طب الف مبروك. بعد شويه بقينا نسمع شيرين وحسام بقوا في المحاكم، طب ربنا يكرم وان شاء الله يرجعوا لبعض. بعد شويه كمان عامل النظافه اللي خد اكتر من حقه بشكل كبير جدا، لان هو ولا فنان ولا من الادباء يرند، فدي مشكله كبيره جدا بقينا نسمع عنها ونشوفها في الفتره الاخيره. هي قائمه خلينا نحكي كتير طويله عريضه من الاشخاص اللي عن جد طلعوا ترند باخر فتره، وللاسف يعني عملوا حاله خلينا نحكي من الجدل من الاستفزاز، ومرات وصلت المرحله للاشمئزاز. وهذا الشيء رح يخلينا نسال كتير اسئله، هل هذا الشيء هوس؟ هل هذا الشيء مرض نفسي؟ ولا هي وسيله هدفها الوصول للشهره فقط؟ كثير في اسئله، وغير هاي الاسئله اللي انا ذكرتها اكيد رح نجاوب عليها اليوم مع ضيوفنا الكرام، الدكتور وليد هندي استشاري الطب النفسي، والاستاذ نهال فهمي الريليشن شيب كوتش. اهلا وسهلا فيكم بهو هنا. اهلا بكم منورينا. شو اخباركم؟ تمام؟ تمام يعني تمام. على السريع بدي ابلش معك دكتور صراحه. احنا تمام من غير الترند، احنا قاعدين مع بعض بس. بالضبط، احنا بدنا نحكي عن هذا الموضوع اللي عن جد صار حتى الاطفال والجيل الجديد صار عندهم هوس، انا بدهم يعملوا شيء يصير كاتشي ويصير ترند، صاروا يقلدوا هدول الترندز اللي عم بتكون موجوده كمان على السوشيال ميديا. شو رايك باخر هيك ترند او ترندات صارت بالفتره الاخيره؟ انت برايك الشخصي دكتور؟ يعني انا شايف ان الانترنت بصفه عامه هو مسرح لاسقاط كل عوراتنا الشخصيه، مسرح لكل انماط الشخصيه بتتعرض علينا من كل حد بنوصله. على سبيل المثال في ناس يبقى عندها شخصيه هستيريه، نمط الشخصيه بتاعه السيري، الشخص السيري دوت يبقى شخص مسرحي عنده حب الاستعراض. شخص يحب دايما يكون هو حديث الساعه، حديث الناس كلها، يشار اليه دايما، يستشعر ان هو لا ياتيه الباطل من خلفه ولا من حوله. فعاوز الناس كلها تصدق على كل كلامه بغض النظر عن المعروض. ممكن يستخدم اساليب غش وخداع وتزييف ويبتدي يعرض نفسه للاسف طبعا والناس تصدقه. فانا شفت ناس كتير جدا تقعد تدهن نفسها بزيوت ويبين ان هو مثلا بطل في كمال الاجسام. لما تشوفيه على الواقع تلاقيه زي اللي عنده مجاعه، مسلوح ما بياكلش. ده حقيقي. واحد تاني مثلا شخصيه يدعي المعرفه، فعاوز دايما ينتقد وعاوز ينقد وعاوز يقول رايه وكانه مفكر او منظر، في حين هو ممكن يكون معهوش شهاده اصلا، يعني ما عندوش اديوكيشن، ما عندوش تعليم وهكذا. ناس ثالثه بيبقى عندها ضعف في الامن النفسي، عندها حياه مرتهله، حياه يا اما مطلقه يا اما في انفصال عاطفي، يا اما الوالدين في تجاهل في التربيه. فبالتالي بيبقى عاوزين ياخدوا تعزيز نفسي من خلال اللي هم يبقوا ترند والناس تعمل لهم لايكات والناس تدعمهم وتعمل لهم اشاده وهكذا. فدايما الدوافع النفسيه بتختلف من واحد للتاني، ولكن للاسف يعني معظم الترندات بتنم عن شخصيات مسطحه فكريا، شخصيات خاويه من جواها، شخصيات ما عندهاش حتى قيم، في بعض الاحيان عندها تشوه معرفي. يعني شفنا احد الترندات واحد قاعد بيطبل لمراته ومراته عماله ترقص. طب فين الاخلاقيات؟ يعني فين الاخلاقيات اللي بتخليك تعرض عرضك؟ فعلا ده من الفيديوهات اللي كانت مشمئزه جدا يعني الحقيقه. بالظبط. يعني وفي ناس طبعا بتدور على الربح، يعني زي ما حضرتك قلتي ان احد العمال يعني بقى ترند بعد كده هوت ما بيطلعش في لقاء تلفزيوني اقول تصريح غير ما ياخد فلوس. يعني انا شفت حالات زي كده هوت كتير يعني. ففي ناس برضو بتاخدها وسيله للكسب المادي. ولكن اللي هم ما يعرفوهوش ان دول بيبقى اكتر عرضه للامراض النفسيه. يعني احدث الاكتئابات دلوقتي اللي احنا بنتكلم عنها اكتئاب ما بعد الترند. طبعا انه بعد ما يبقى نجم يبقى حديث الساعه، الترند ما بيقعدش كتير يعني. بالظبط كده هو الناس شوي شوي بتصير تنسى عنه، فبصير عنده زي صدمه انه وين الناس اللي حواليه كانوا. ايوه، يصاب بالصدمه النفسيه، بالحسره النفسيه. يجي له هوس ان هو كل شويه يبص على الموبايل، عاوز يشوف كم شير، كم لايك، كم تفاعل، كم تعليق. فكل ده حتى بيجي له اضطرابات نوم، بيجي له انسحاب اجتماعي، بيتحط في حجمه الحقيقي. بالظبط. هون بيرجع اظني بقى دكتور طبعا. بيرجع بصفي بده يعمل ترند ثاني عشان يرجع يصير تحت الاضواء ولا لا؟ ما بيلحقش، لان الترند ده مفرمه. يعني حتى لفظ
الترند يعني علميا يقول لك هو حديث الساعه، لان هو ما فيهوش محتوى، هو ما قدمش محتوى، هو بسرعه كده طلع بقى ترند، وفي الاخر هو ما قدمش محتوى عشان خاطر يتشاف او يفضل موجود. بالظبط، لانه فاضي، لان عنده فراغ، لان ما بيقدمش محتوى قوي، ما بيقدمش حاجه مفيده، فبالتالي بيتفرم، بنخش على بعد منه على طول. يعني حتى كلمه ترند هي الاكثر رواجا في التعريف بتاعها، الاكثر رواجا. فلو هو اكثر رواجا امبارح، اللي كان بيسمع امبارح ما يطربش الناس النهارده، لان النهارده بيطلع له الجديد، فبالتالي بيبقى اكثر حتى عرضه للاحباطات. ناهيك بقى ان هو بيتعرض للنبذ الاجتماعي. يعني احنا انا شخصيا مثلا اعرف شباب من العيله مش بعاد، يعني لما بيقعدوا يعملوا الحركات المسخه والساذجه والهلاميه اللي بتدل على ضعف الشخصيه، انا ما بدخلوش بيتي، انا عاوز ادخل بيتي انا لاولادي. بيبقى منبوس في الاخر سواء من العيله ومن الاصدقاء. طبعا، فبيتعرض للنبذ الاجتماعي في احيان كتير. والأسوأ من كده هو ان في وظائف ياما دلوقتي لما بيجي حد يتقدم لها بيبتدي يشوف صفحته على السوشيال ميديا.